خوذرة الفنادق عنوان دراسة أعدتها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، وتم مناقشتها في ورشة العمل الخاصة والتي تهدف لاستخدام الطاقة البديلة والصديقة للبيئة في المنشآت الفندقية، الأمر الذي يسهم في التخفيف من تكاليف التشغيل ويحد من التلوث البيئي. هي الخطوة الأولى أمام المنشآت السياحية لاستخدام الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية. كيف نستطيع من خلال الدعم لهذه المنشآت أن تبدأ استخدام الطاقة البديلة، خصوصا والكهرباء لازلنا في بلادنا نعاني من مشكلة نقص الطاقة وزيادة الطلب. الفنادق وقطاع السياحة يمثل قطاع هام في الاقتصاد الوطني، وتوفير الطاقة فيه سيحقق الاقتصاد الوطني نسبة كبيرة من التوفير، وفي نفس الوقت هي ثقافة جديدة في التعامل مع الطاقة البديلة. الدراسة أكدت وجود أكثر من 1470 فندقا في بلادنا خلال العام 2010، وتسدد سنويا أكثر من 107 ملايين دولار فواتير للكهرباء وأكثر من 38 مليون دولار سنويا فواتير المياه، بينما تستطيع خفض التكاليف في حال استخدام الطاقة البديلة إلى 64 مليون دولار. مشروع خوذرة الفنادق والذي بدوره يقوم بترشيد الطاقة، يقوم بتخفيض الاستهلاك لدى الفنادق عبر مجموعة من الخطوات، منها تغيير سلوك الموظف، منها تغيير سلوك النزيل في الترشيد من الطاقة، ومنها إدخال القطع الموفرة للطاقة، قطع بسيطة الذي وجدناها أنه القطاع الفندقي ليس لديه علم في ماهية هذه القطع وكيف توفر يعني. الإهدار في استخدام الطاقة والمياه من أكبر المشكلات التي يواجهها اقتصادنا الوطني، واستخدام التقنيات البديلة سيخفف من الأعباء الاقتصادية على إدارة الفنادق ويخلق استدامة في المشاريع السياحية باعتبار السياحة من أهم القطاعات الواعدة في اقتصادنا الوطني.